أسعد الله أوقاتكم أصدقائي متابعين قناتنا فيوتشر كوين وقناة إتسي وورلد عالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي رح أتكلم عن انفجار اللي صار بعملة شيبا إينو. العملة ارتفعت تقريبا 50% منذ آخر فيديو تكلمنا فيه عن عملة شيبا إينو. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي اولا راح نشوف مقطع بسيط من الفيديو اللي تكلمنا اخر فيديو تكلمنا فيه عن عملة شيبا اينو. على عملة شيبا اينو اصدقائي، اذا تم الاغلاق اعلى الترند وتم اثبات الصعود بشكل ايجابي فممكن توجه الى ارقام مرتفعة مثل 4.15، ممكن ننتقل الى 4.20. طبعا اصدقائي مثل ما شفنا بالفيديو تكلمنا عن ارتفاع عملة شيبا اينو الى مناطق 4.15، وشفنا هذا الشيء اصدقائي اليوم بعد انفجار كبير صار لعملة شيبا اينو على فريم الوان دي. طبعا بشمعة واحدة صار اختراق قوي للترند الصاعد. طبعا حاليا نحن اصدقائي عم نواجه ترند هابط موجود من القمم السابقة اللي هي عند 4.3 الى المنطقة الحالية اللي هي راح تكون عند 4.16. بمجرد الاختراق اصدقائي والثبات على الترند راح نشوف مناطق من 4.20 الى 4.30. مناطق التغذية المناسبة أصدقائي من 4.13 إلى 4.14، هدول الدعوم الخاصة بعملة شيبا إينو. حاليا أصدقائي ممكن نمشي بشكل عرضي وبعدها نكسر إلى ترند الهابط ويصير انفجار كبير لعملة شيبا إينو. يعني أصدقائي بالأيام القليلة القادمة رح نشوف ارتفاع قوي جدا جدا بعملة شيبا إينو. طبعا ما في أي أخبار إيجابية أثرت على الصعود، كله عبارة عن تحليل شمعات يابانية وعبارة عن تحليل موجي. طبعا قدرنا نحلل صعود عملة شيبا إينو واستفدنا من الصعود لما عززنا من المناطق المتدنية. أما بالنسبة للبيتكوين أصدقائي، حاليا نحن عم نواجه نموذج خطير جدا، يا إما بيكون أصدقائي الكسر أسفل الترند الصاعد ورح نواجه مناطق ما بين 23500 إلى 22500، هاي الدعوم، وإذا صار الكسر ممكن يتوجه مناطق ما بين 26000 دولار إلى 28000 دولار. الساعات القليلة أو شمعتين الأربع ساعات القادمات مهمات جدا جدا، لكن انا من وجهه نظري اصدقائي الكسر الى الاعلى هو النموذج او هو السيناريو المتوقع بشكل اكبر. حاليا بعد ما لمست الترند عم نشوف ارتداد. طبعا الاقفال القادم للشمعه بعد نصف ساعه من الان ممكن يقفل بشكل ايجابي ونفتح شمعه ثانيه، طبعا يصير اختراق للترند بشكل اعلى، ممكن اليوم نشوف مناطق 28000 دولار. طبعا بالنسبه للماركت كاب عملة شيبا اينو اصدقائي، حاليا ماركت كاب 8 مليار و486 مليون دولار. سعر العملة 0.4015. طبعا استحواذ البيتكوين صار بمناطق متدنية جدا جدا، استحواذ البيتكوين حاليا 39.9، يعني تقريبا 40% استحواذ البيتكوين على سوق العملات المشفرة. طبعا اصدقائي هذا الشيء خطير جدا جدا، مجرد ارتفاع البيتكوين اصدقائي رح نشوف انهيار لسوق العملات المشفرة او للالت كوين. ممكن يرتفع البيتكوين لكن ما يرتفع معه الالت كوين. طبعا الاثريوم حاليا اصدقائي عم يرتفع بشكل جنوني لامس منطقة ال 2000 دولار. طبعا دخلنا صفقة شورت على الاثريوم من مناطق ال 2000 دولار، طبعا وصلت الى 1965، حصلنا على مرابح تقريبا 50%. طبعا دخلنا كثير صفقات اليوم على قناة التليجرام، واهمها كانت عملة التي ار بي. خلينا نشوف عملة التي ار بي اصدقائي. طبعا نزلنا تحليل لعملة التي ار بي كانت بسعر 39 دولار، دخلناها هبوط من منطقة 42 دولار، دخلناها صفقة شورت. طبعا وصلت سعر العملة الى 38.70. طبعا مربحنا فاق 120% بهاي الصفقة. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. مع السلامة، دمتم بخير.